اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولما نقول خليها سمك اكيد بفكر تاني وبطعم تاني. معانا السمك الفيليه القشر البياض اللي هو خالي من الحسك او الشوك، هنعمله مشوي. مشاكلنا مع السمك الفيليه لما بنشويه يا شيف مغازي بيلزق مننا في الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه. هنشويه ازاي ويطلع معايا سليم ازاي وياخد فليفر الزبده مع الليمون؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. معانا جندوف الاسكندراني. الجندوف الاسكندراني مشهور في بعض المطاعم، بيتعمل بالتومه بالكزبره، بياخد الطعم بياخد كريمه. تعالوا نشوف نعمل شويه جندوفلي ازاي، ونتكلم عن الجندوفلي نخلص من الرمله والطينه اللي بتبقى موجوده، اللي ممكن واحده بس منه تعكر مزاجنا وتبوظ علينا قيمه ماليه كتيره قوي. الجندوفلي بتاعنا اللطيف الحلو ده كده. معانا تونه غنيه باوميجا 3، وكلنا عارفين التونه اكله المكرونه المشهوره بها الرجاله لما يخشوا المطبخ نتيجه العزوبيه، مسافر قاعد لوحده، فاسهل حاجه يجيبها علبتين تونه، يا اما ياكلهم بسلطه يا اما يعملها مكرونه. فتعالوا نعمل المكرونه النهارده بفكر مختلف، هنعملها مع الخضار، نشوف نعملها مع بعض ازاي، وهنستخدم المكرونه الاسباجيتي. مكرونه اسباجيتي بالتونه بالتاكيد مع المغازي لها طعم تاني. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره، والاكله النهارده طعم فوسفوري وشكل فوسفوري وقيمه غذائيه عاليه جدا، وخاصه اوميجا 3 اللي بتساعد على محاربه الزهايمر يعني النسيان. مقادير المكرونه بالتونه تتعمل ازاي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا مش عايز ابعد عن الشاشه، صوره لها معاني كتيره قوي على فكره. بساطه، سهوله، مرونه، غير ان طبعا السمك الفيليه من الحاجات اللي بتناسب الاطفال وكمان كبار السن. مقادير المكرونه على الشاشه. مكرونه سباكيتي، انا حابب اعملها بالسباكيتي. معانا تونه، معانا شويه خضار متقطعين اذا كان كوسه ولا جزر بالشكل ده كده زي الفل، ومعانا زبده وتوم وبصل، بسيطه جدا خالص. تاني هقول المقادير: تونه، علبتين تونه بتصفيهم من الميه بتاعتهم، ومعانا جزر، ومعانا كوسه، ومعانا زبده وتوم وكريمه لباني، ومعانا طبعا المكرونه الاسباجيتي. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه ببدا بسلق المكرونه. سلق المكرونه الف باء مطبخ، ماء مغلي عليه زيت وشويه ملح، وحذاري انك تنزلي بالمكرونه في ميه مش بتغلي، لازم هتتكسر منك ويبقى شكلنا وحش. لازم تكون الماء بيغلى على النار في حالة سلق المكرونة. ليه يا عم الشيف؟ عشان المكرونة تبقى صحيحة معاكي وزي الفل، ونحتفظ بالنشويات بتاعتها، لأن المكرونة دي مش عشبة ولا هي مزروعة، دي متصنعة غير الرز. الرز يمكن لو حطيتيه في مية باردة مفيش مشكلة، هيغلي مع المية وهيستوي، عكس المكرونة، عكس أي نوع مكرونة بتسلقيه لازم تكون المية بتغلي مخلوطة بالزيت والملح. هننزل بقى كده زي الفل. تمام كده المكرونة زي الفل على النار. طيب هنسيبها برضو براحتها، خطوات العمل يبقى واحدة واحدة كده مع بعض. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل شوية مكرونة يستحقوا ان احنا نركز فيهم شوية، ونعتمد على ان التونة مصدر غني جدا لأوميجا 3 وغنية بالفوسفور والكبريت والحديد وكل حاجة، ومعانا تشكيلة من الخضار إذا كان كوسة ولا جزر، زبدة، توم، بصل، زعتر، معلقة فلفلة حلوة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي. بس خلاص دي المكونات بتاعتنا، والمكرونة أعتقد إن هي كملت سواها نص سوا تقريبا عندي في الإيه في الحلة. حلو الكلام. طاسة على النار زي دي كده، بنحط فيها شوية زيت زيتون مع مكعب من الزبدة، حلو، واستنى على الزبدة كده لما تختفي خالص. بنزل ببصلية ناعمة وتومة ناعمة، حلو الكلام. بصلية بالشكل ده كده، فص توم، حلو، واسيبهم خالص على النار تقليبه صغيره.
وانا شغال اهو بالشكل ده كده، ابدا ارص الخضار بتاعي. الكوسة اللطيفة دي، انا عارف انك بتحب الصورة الحلوة دي يا شفيق. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ دي خضار، هنخسر حاجة لو احنا عملنا لوحة فنية؟ واسيبه على النار كده ياخد وقته في التسوية. حلو الكلام؟ زي دي تشكيلة الخضار بتاعتي. معانا الروزماري ده على النار، حلو ياخد وقته كده. معانا شوية شوربة، في شوربة عندك؟ شوربة سلق المكرونة. الله، مدرسة بقى مدرسة. فقلب الطاسة واسيب الخضار هنا، مجرد ما نزلت على الخضار بشوية شوربة، بس الشوربة دي يكون فيها ملح يعني بالشكل ده كده. خضار انا المطلوب مني هنا ما يستويش سوى كامل. حلو تمام. عندي التونة اللطيفة دي، وده تونة موجودة في اي سوبر ماركت دون ذكر اسماء منها. اختاري نوع جيد يكون صحيح. لما تيجي تشتري التونة، نصيحة مني، تشتري التونة السليمة، ما تشتريش التونة المهروسة. حلو الكلام؟ ونهرسها كده. ايه اللي انت حطيته ده؟ دي معلقة فلفلة حلوة. حطيت معلقة الفلفلة الحلوة على التونة. حلو، ركزي معايا بس عشان الموضوع هنا ايه؟ بعمل لك طبق مكرونة مميز موسوعة. لا موجود لا في الكراس ولا في الكتاب. الخضار بيستوي على النار يا ست الكل. خضار متقطع بطريقة فنية وبيستوي على النار يا أختي. دي التونة وعليها يا عم الشيف فلفلة حلوة. حلو، تحط على التونة دي شوية فلفل أسود وشوية زعتر. عندنا الخضار بيستوي. حلو، نقلب كده مع بعض أهو. مكرونة بالتونة هي التركاية هنا. التقليبة دي مطلوبة اهو. لسه ما خلصتش. تمام زي الفل. شوية كريمة لباني. اوبا، الشيف بيجود النهاردة على المكرونة، واضح ان الشيف بيحبها. لسه ما خلصتش. شوية شوربة من سلق المكرونة، ونقلب الايه؟ الحدوتة دي تاني. والله العظيم اهو 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 اهو. شفتي بقى الخليط هنا؟ يعني دي دي هي كده جاهزة. كريمة لباني نزل عليها شوربة مغلية، ايا كان بقى الشوربة، طبعا مش شوربة فراخ ولا لحمة، يعني شوربة بوكي جارني، شوربة المكرونة اللي انا سلقتها اهو. حلو، جاهزة، وعند الخضار جاهز بالشكل ده كده. وسيب المكرونة اخبارها ايه؟ جاهزة معانا اهي. طاسة على النار، ركز بقى عشان هي التركاية. بنحط في الطاسة دي شوية زيت. حلو، زيت زيتون كده بكثافة عادي اهو زي الفل. تمام، واستنى عليه لما يسخن جيدا، يسخن زيت الزيتون جيدا. حلو والمكرونه عندي جاهزه مع زيت الزيتون اللي بيسخن جيدا ده. بنحط شويه شبت الحرامي ده صغيرين كده. الله، اصبح ان زيت الزيتون مع الزبده خد في ليفر ايه يا فلاسفه؟ خد في ليفر الشبت. سنه الشبت اللي حطيتها دي لها دور كبير جدا. حلو الكلام، هو ده.
هو الشبت بيسرق الطعم. ايوه حلو. ناخد المكرونه بتاعتنا الجميله الحلوه تنزل هنا. عيني اهو. باي باي. ايه الجمال ده يا عم الشيخ؟ دي المكرونه جاهزه على فكره. هو ده طبق جاهز للاكل كده، انا شخصيا بحبها كده، بحب اكل مكرونه والله باكلها كده، ممكن مع صدري فرخه مشوي زي الفل كده. لغايه دلوقتي احنا فاهمين انت بتعمل ايه يا عم الشيخ. وعندنا الخضار، بناخد الخضار ده كده. دي التونه، شفت الشقاوه دي، شفت الروقان ده، ده تونه. واسيبها كده واستاذن حضراتكم، نروح مشوار مع بعض فاصل صغير باللي انا عملته ده كده، ونسيب العشق ده، نسيب الحب ده، نسيب الروقان ده كده على النار، وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ونرجع نشوف ازاي نغرف لوحه فنيه بتكاليف قليله جدا في متناول الجميع. علبه تونه، كوسه وجزر، وكيس سباكيت. حلو الكلام؟ اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق مكرونه، واحنا طبق المكرونه ده مجودين عليه في الشغل لسبب واحد، هي طلعت نزلت مكرونه بالتونه، ولكن احنا بندور على طريقه التنفيذ وطريقه الاعداد وكمان القيمه الغذائيه. مكرونه بالتونه حولتها لتشكيله من الخضار مع الفليفر، الخضار مستوي طبعا، انا لما نزلت بالتونه ما قلبتهاش، خليتها بالشكل ده كده عشان نشوف هنغرفها ازاي في الاخر. معانا المكرونه جاهزه مخلوطه بزيت زيتون وزبده وسنه شبت صغيره. تعالوا نغرف الطبق ده كده مع بعض واحنا شغالين. اللهم صل على النبي. نجيب السرفيس ده كده على شكل سمكه، وبنغرف المكرونه هنا. الله، بالشكل ده كده. حلو. معايا تشكيله من الخضار زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي. بغرف كده مع بعض اهو. عندنا هنا مع بعض دي المكرونه، هتقول لي خدت من الشيف وقت كبير. حضراتكم انتوا شايفين الصوره على الشاشه، قولي لي تستحق ام لا تستحق. مكرونه بالتونه فيها الخضار بتفاصيله، فيها طعم التونه، عجبني قوي الكوسه مع الجزر، في بينهم حاله حب. الجزر مش مع البسلة وبس، كمان مع الكوسة له شخصية، بس لازم يتقطع بالشكل الطريقة دي. المصطلح ده اسمه زي الفل. الطريقة دي اسمها في المصطلح العلمي الطهوي جوليان، شرايح. أنا بقولها بالمصطلحات اللي بتتسمع أو تتفهم لكل اللي بيسمعوني. بنقطعه بالشكل ده كده، وسلقنا المكرونة وحطيناها وغرفناها بالشكل ده كده. تعالوا مع بعض نطلع السمك الفيليه بتاعنا من النار، وهنعمل شوية جندوفلي دلوقتي كمان. خلص
حلقتها النهاردة بساطة سهولة مرونة. خليها سمك النهاردة بطريقة بسيطة بتكلفة قليلة. علبة التونة في متناول الجميع، هتلاقيها في درج التلاجة سايباها ونسياها. كيس مكرونة سباكيتي جبتيه، شوية كوسة مع شوية جزر، عملنا لوحة فنية. عندنا شوية الجندوفلي الحلوين، نزلنا على حلقة السمك جبناهم، معلقة زيت زيتون مكعب من الزبدة، عملنا شوية جندوفلي. الأطفال بيحبوه، الكبار بيحبوه، حاجة لطيفة وجميلة، وعلى فكرة ما فيهوش منه مشاكل، هو آمن يعني، ما فيهوش لا شوك ولا أي حاجة. معانا بقى السمك الفيليه الجميل اللي قدام حضراتكم ده كده، حاجة لطيفة وجميلة. عايز ده شوية الرز البسمتي اللي من غير أي توابل، ودي الأكلة بتاعته والعدل بتاعه. أو تعمليه سندوتشات لأولادك في العيش الكايزر أو العيش البتيبان عادي، مع المايونيز أو مع التومية أو الكاتشب. دي الطريقة اللي ممكن نقدم بيها السمك الفيليه. قصة إن إحنا نقدم مع السمك الفيليه بقى خضار سوتيه والجو ده كده، ده رايح في سكة تانية. في قطعتين من السمك الفيليه شويناهم بطريقة لطيفة، هنا السمكية شربانة من البيون أو الفليفر أو الميريني اللي أنا تبلته فيه. بساطة سهولة مرونة، بنشوفها كل يوم على شاشة القناة الأولى، مش حرمينكم من حاجة، احلموا بس. حطوا آراءكم على السوشيال ميديا، على الصفحة الرسمية للقناة الأولى، صفحة أكلة أمي، تابعونا شوفوا عايزين إيه، وإحنا نعمله لحضراتكم تاني يوم مباشرة على طول. يعني نعمل الحاجة بطريقة بسيطة وسهلة لكل اللي بيشوفونا، مش قصة تكلفة أو غير تكلفة، قصة إن إحنا نعمل شكل جديد بأقل تكلفة ممكنة، ولكن كمان طعم جديد. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.